مجلس الأمن الدولي يقلب الطاولة على الجزائر والتفاصيل مثيرة. مرحبا، معكم بالبيس باسل شك. ان شاء الله تكونوا بخير جماعة، بصحة بسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف اول التقارير التي خرجت الان، ومجلس الامن الدولي يقلب الطاولة على الجزائر، فما هي القصة؟ وايضا عنا موضوع هام بعد امريكا، الاتحاد الاوروبي يتجه الى تصنيف البوليسارو الانفصالية، وما حدث صدم الجزائر رسميا. قبل ما تبدا الفيديو لا تشتركوا بقناة، فعل زر الجرس عشان تضل دائما توصل، تحط لك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر. خلينا بالشرس. قبل ما نبتدي الفيديو يرجى وضع زر اللايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس امرا من اجل ان ينتشر ويحقق نتائج ايجابية، فيرجى دعمنا بزر اللايك. ودعونا نبتدئ بالموضوع الاول، الجزائر بصدمة حقيقية والسبب كأس العالم. أثارت صفحة كأس العالم الفيسبوكية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جدلا واسعا جدا بالجزائر، بعد أن نشرت تدوينة مرفوقة بمقطع فيديو قصير خلقت نقاشا ساخنا بالجارة الشرقية. وجاء في تدوينة صفحة كأس العالم قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن سرنا في حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا قبل أن تتابع الصفحة بالقول، متى ما رن نشيد الجزائر الوطني في بطولات كأس العالم الفيفا، متى ما توجب على الخصوم الحذر فمحاربو الصحراء قادمون. هذه التدوين المثيرة شكلت ضجة كبيرة داخل الجزائر، واعتبرها عدد كبير من المتابعين في الجارة الشرقية إشارة قوية حول إمكانية حضور ثعالب الصحراء المرتقبة في قطر بعد أيام قليلة. قبل أن يتبخر هذا الحلم وتضيع أحلام الجزائريين في لمح البصر بعد أن اتضح للجميع أن صفحة كأس العالم قامت فقط ببث مشاهد من تاريخ مشاركة المنتخب الجزائري في دورات سابقة من هذا المحفل الرياضي العالمي، وعبر عدد كبير من المتابعين بالجارة الشرقية عن غضبهم الشديد بسبب هذه الحركة التي وصفت بالاستفزازية، في وقت اعتبرها البعض الآخر تلاعبا بمشاعر الشعب الجزائري، خاصة بعد أن تأكد بشكل رسمي غياب ثعالب الصحراء عن مونديال قطر. على ما يبدو الحلم ما زال يرافق الجزائر بإعادة مباراة الجزائر والكاميرون. بقيوا يحلمون حتى صدقوهم حلمهم، فكانت الصدمة. هذه أول صدمة تتلقاها الجزائر من كأس العالم الفيفا. ننتقل إلى الصدمة الثانية ألا وهي القمة العربية، وماذا يحدث بهذه الأثناء؟ قطر توجه ضربة موجعة للجزائر. قناة الجزيرة تعتمد خريطة المغرب كاملة. اعتمدت قناة الجزيرة الإخبارية خريطة المغرب كاملة، وذلك عكس ما كانت تفعله في نشراتها وبرامجها سابقا، وخلال برنامج شبكات الذي يذاع على القناة ويلقى متابعة كبيرة. اعتمدت القناة القطرية خريطة المغرب كاملة دون أن تبتر الصحراء منها. وللإشارة، هذه الصفحة أتت من قطر للجزائر قبل أيام معدودة من القمة العربية، وفي ذات السياق، القمة العربية حضور باهت للزعماء وغضب سعودي لتصريحات الجزائريين يفشل القمة مبكرا. عبر محللون سياسيون سعوديون عن غضب السلطات السعودية من تسريب مسؤولي جزائريين تفاصيل عن صحة ولي العهد السعودي الذي انسحب من الحضور إلى القمة العربية المرتقبة الشهر القادم بالجزائر. غضب السلطات السعودية يأتي تزامنا والحضور الخليجي الباهت المرتقب في القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر، ما يعني إعلان فشل مبكر مع الإخفاق الواضح في رأب الصدع بين الأنظمة العربية، وتزامنا عن اعتذار جميع القادة الخليجيين عن حضورهم للقمة.
أكدت صحيفة العرب اللندنية أن العلاقات بين الجزائر والمغرب هي أكبر الصدوع، وأن الوساطة السعودية بين البلدين قد تم دفنها في الجزائر، وأن القمة سوف تنعقد وهي تحمل مبررات فشلها معها. وجميع المصادر اليوم تقول إن ناصر بوريطة وأخنوش هما سوف يمثلان المغرب، وأيضا ما يعني أن قضية العلاقات بين المغرب والجزائر لن تسار، وأن المشاركة المغربية سوف تكون بروتوكولية أكثر منها مشاركة فاعلة حسب ذات الصفحة. باختصار، ما نراه الآن الصفعات ما زالت تتوالى قبل القمة العربية، وفضائح لا تنتهي. دعونا الآن بعيدا عن القمة العربية ننتقل إلى الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي تحديدا. البرلمان الأوروبي يدعو إلى التصدي لتهديدات البوليسيرو الإرهابية. على ما يبدو بعد أمريكا، ها هو البرلمان الأوروبي سوف يصنف البوليسيرو الانفصالية، حيث أكد النائب البرلماني الأوروبي توماش زيدكسوفي في البرلمان الأوروبي ببروكسل أن الاتحاد الأوروبي مدعو للعمل من أجل التصدي للتهديد الإرهابي الذي تمثله ميليشيات البوليسيرو الانفصالية والتي تنشط في الجوار الأوروبي. وأوضح البرلمان الأوروبي خلال ندوة نظمت حول موضوع الراديكالية والتطرف كيف يمول الاتحاد الأوروبي التهديد الذي يحزق به، أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يعي الخطورة التي تمثلها بعض المجموعات العسكرية التي تتبنى فكرا إرهابيا والتي تشكل تهديدا لقيم الاعتدال، السلم والتسامح التي يتشاطرها التكتل مع عدد من بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وعلى رأسها المغرب. وقال البرلمان الأوروبي إن المغرب الذي واجه التهديد القادم من مخيمات تندوف على التراب الجزائري والتي تعد بمثابة أرض خصبة للإرهاب والفكر الجهادي يحظى بكامل دعمنا، داعيا إلى مساعدة المملكة في محاربة المجموعات التي تهدد الاستقرار في المنطقة. وأضاف نائب رئيس لجنة مراقبة الميزانية أنه من غير المقبول بالنسبة لنا دعم مجموعة انفصالية البوليسيرو تعمل على تدمير القيم التي تتشاطرها أوروبا مع المغرب. لا يمكن لأوروبا أن تتعامل مع كيان يعتنق أفكارا إرهابية. وبالنسبة للبرلمان الأوروبي فإن استقرار منطقة الساحل وشمال أفريقيا هو أمر أساسي بالنسبة للتكتل، ومن ثم فإن أي تطرف يقوم أو يعتزم القيام بعمليات ذات طبيعية عدائية ينبغي اعتباره إرهابيا بالنسبة للاتحاد، مؤكدا أن الرباط وبروكسل يجمعهما تنسيق وثيق في المجال الأمني لا سيما في مجال محاربة التهديد الإرهابي والوقاية منه. وفي هذا السياق دعا النائب البرلماني الأوروبي الجزائر التي تحتضن وتمول مجموعة البوليسيرو الانفصالية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في تعزيز الاستقرار في المنطقة. وضمت الندوة المنظمة من طرف مجموعة من حزب الشعب الأوروبي التي تعد أكبر وأقدم مجموعة في البرلمان الأوروبي برلمانيين وخبراء أمنيين ناقشوا التهديد الإرهابي الذي يحزق بالدول الأوروبية وسبل مواجهته. هذا ما أتى من داخل الاتحاد الأوروبي وتعتبر صدمة كبيرة للجزائر. بعد أمريكا الاتحاد الأوروبي يصنف هذه الجبهة الانفصالية إرهابية. وفي ذات السياق لابد أن نتكلم أيضا عن ضربة موجعة للبوليسيرو. ها هو القضاء الإسباني الآن يفند ادعاءات الجبهة الانفصالية ويؤكد استمرار متابعة بن بطوش بتهم الاختطاف والتعذيب، في وقت تروج فيه الماكينة الإعلامية لعسكر الجزائر والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجبهة الانفصالية لادعاءات كاذبة متعلقة بعدم متابعة القضاء الإسباني لزعيمهم الانفصالي إبراهيم غالي الملقب بن بطوش وتبرئته من التهم الموجهة إليه.
عادت الدعوى القضائية المرفوعة ضده أمام العدالة الإسبانية للظهور مرة أخرى بعدما استمع القاضي الإسباني المكلف بملف قضيته إلى شهادة الفاضل بريكي المعارض لقيادة الجبهة الانفصالية والذي يتهمها بالاختطاف والتعذيب والاحتجاز التعسفي في مراكز سرية بمخيمات الزل والعار بالرابونة. وقام منتدى فورستاين من قلب مخيمات تندوف بنشر وثيقة على صفحة الفيسبوك مرفوقة بتدوينة يؤكد فيها أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد بن بطوش عادت من جديد لمناقشتها أمام القضاء الإسباني، مشيرا إلى أن القاضي الإسباني استمع إلى شهادات المعارض فاضل بريكي يوم أمس الذي يتهم قيادة البوليسارو الانفصالية بالاختطاف والتعذيب والاحتجاز التعسفي في مراكز سرية بالرابونة. وأبرز ذات المصدر أن هذا الإجراء الجديد يعد تطورا مهما في مسار القضية، كما أنه يفضح كذب وادعاء البوليسارو أمام أتباعها، حيث عملت طيلة الفترة الماضية على الترويج بأن متابعة إبراهيم غالي قضائيا قد انتهت وتمت تبرئته من كل التهم الموجهة إليه، لتأتي هذه الخطوة من القضاء الإسباني اليوم وتؤكد استمرار متابعة هذا المجرم أمام المحاكم الإسبانية. هذا ما أتى عن القضاء الإسباني الآن منذ ساعات معدودة. دعونا الآن ننتقل إلى أمر هام جدا، المغرب يفتتح مصنعا لصيانة الطائرات العسكرية بقاعدة بن سليمان في 2024. صادق مجلس الوزراء الأخير برئاسة الملك محمد السادس على مشروع ظهير شريف يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية. يهدف هذا المشروع الذي تم إعداده تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى وضع نظام خاص بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة من أجل التأكد من مطابقتها للقواعد الخاصة بالسلامة الجوية وإحداث سلطة خاصة للتقنين لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بقرار الملك. تجدر الإشارة، كانت المملكة المغربية قد دخلت في شراكة مع مجموعة الفضاء البلجيكية أوريزو لإنشاء مركز صيانة للطائرات العسكرية. الشركة المغربية متعددة الجنسيات وستقوم بإدارة وتشغيل مركز صيانة للطائرات العسكرية في مطار بن سليمان. سيقام المصنع على مساحة 15,000 متر مربع لصيانة وإصلاح وتجديد وتحديث الطائرات العسكرية والمروحيات، وهو ما يمكن من خلق 300 فرصة عمل. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينزو جروب، قال في تصريح له أن هذا المشروع في طور الإعداد وسيرى النور في عام 2024، وتعتبر الشركة واحدة من المتخصصين في صيانة الطائرات المقاتلات قاذفات القنابل من طراز F-16، وتتمتع أيضا بخبرة واسعة في صيانة طائرات النقل C-103. إن هذه الوحدة الصناعية التي سترى النور في عام 2024 بالمغرب ستركز على صيانة الطائرات العسكرية في المغرب وكذلك طائرات عدة دول في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وهذا يعني أن المغرب من خلال تقنين مغاربة يتم تدريبهم حاليا من قبل الشركة سيقوم بصيانة الطائرات العسكرية من العديد من البلدان، لا سيما تلك الموجودة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. هذا ما تم الإعلان عنه رسميا، ونقلها تحية كبيرة للجيش المغربي، تحية كبيرة للقوات المسلحة الملكية. دعونا الآن ننتقل إلى مجلس الأمن الدولي. عاجل، مجلس الأمن الدولي يستعد للمصادقة على قراره بشأن الصحراء. يستعد مجلس الأمن الدولي يوم غد
الموافق لتاريخ 27 اكتوبر 2022 للمصادقة على قراره بخصوص نزاع الصحراء بموجب قرار المجلس السابق رقم 2602 والذي يحدد تاريخ نهاية ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو في 31 اكتوبر 2022. أمريكا قدمت مسودة القرار لأعضاء مجلس الأمن الدولي باعتبارها المحتكر للملف وصاحبة القلم. يبقى السؤال الآن، ماذا أتى من تقارير جديدة؟ من هم الأعضاء الذين سيصوتون بالإيجاب والممتنعون عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء؟ تشير الملاحظات الأولية لخفوت حدة المناقشات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مسودة القرار الذي قدمته أمريكا والذي يتلائم في جل توصياته مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602. سيصوت الأعضاء 15 على القرار إذ تحوم بعض الشكوك حول مواقف عدد من البلدان وما إذا كانت ستصوت بالإيجاب أو تمتنع، دون الحديث عن روسيا التي ستمتنع كالعادة وفق التقرير عن التصويت بسبب خلافاتها مع أمريكا بخصوص الشأن الدولي وتباعد وجهات النظر معها فيما يخص نزاع الصحراء المغربية بالذات، علما أن موسكو تتهم واشنطن بعدم التوازن في لغة القرار. وتحوم الشكوك حول موقف عدد من الدول الأعضاء غير الدائمة على اعتبار أن 4 دول دائمة العضوية كأمريكا وفرنسا وبريطانيا والصين ستصوت بالإيجاب فيما ستمتنع روسيا عنه، في حين تبقى الدول 10 الأخرى من ذوي العضوية غير الدائمة محل نقاش على ضوء احتفاظ بعضها بعلاقات مباشرة مع البوليسارو الانفصالية كالمكسيك وكينيا بشكل أقل. وعلى الرغم من وجود تلك العلاقات مع البوليسارو إلا أن جل الدول غير دائمة العضوية ستصوت بالإيجاب على القرار نسبة لعلاقاتها القوية مع المغرب. ويتعلق الأمر هنا بكل من ألبانيا، البرازيل، ثم الغابون، غانا، الهند، إيرلندا، الإمارات، النرويج، وتنضاف إلى ذلك كينيا التي ستكون جلسة مجلس الأمن امتحانا حقيقيا لها لاستيبان موقفها الحقيقي من النزاع بعد التردد الذي لازم الرئيس الجديد ويليام روتو بعد تسلمه رسالة من الملك محمد السادس حملها إليه ناصر بوريطة. وحسب التقرير لا يتبقى من الدول غير دائمة العضوية سوى المكسيك التي تحتفظ بعلاقات متقدمة مع الجبهة الانفصالية بيد أن معظم مصالحها ترتبط مع أمريكا صاحبة القلم سياسيا واقتصاديا، إذ من المرتقب أن ترضخ لها وتصوت لصالح القرار بالنظر لدور واشنطن فيه واحتكارها له. ومن خلال الإشارات الواضحة ينتظر أن يعزل قرار مجلس الأمن الدولي روسيا باعتبارها الممتنع الوحيد، كما تحيل ذلك الإشارات على حصد القرار 14 صوتا في مقابل ممتنع واحد هو موسكو. وعلى هذا الأساس جلسة مجلس الأمن الدولي ستشهد صدام أمريكي وروسي خلال المصادقة على قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، إذ من المنتظر أن تشهد هذه الجلسة صداما جديدا بين أمريكا وروسيا على ضوء الخلافات بين الطرفين فيما يخص العديد من القضايا الدولية لا سيما الغزو الروسي لأوكرانيا وتباعد المواقف وعدائيتها بين الجانبين بخصوص قضايا الشرق الأوسط. على هذا الأساس من المنتظر أن تتحول جلسة مجلس الأمن الدولي خلال عملية المصادقة على قرار المجلس حول الصحراء إلى ساحة تدافع يسأر من خلالها كل طرف من الآخر، إذ ستمرر أمريكا القرار بشكل سلس في ظل الإشارات الواضحة على تقبل الأعضاء عدا روسيا للقرار ولغته وتوصياته، بينما ستسعى موسكو كالعادة لتحويل القرار لمطية لمهاجمة واشنطن وسياستها فيما يتعلق بقضية الصحراء. وتضيف المصادر
ومن المرتقب أن يوجه السفير الروسي ممثلها الدائم بالأمم المتحدة فاسيلي نيبيرزا أو نائبه خطابا يهاجم فيه احتكار أمريكا للنزاع وصياغة قراراته، رابطا ذلك بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في محاولة لإحراجها، كما سيسعى جاهدا لاستحضار ما يصفه بالتصعيد في الصحراء لحث الدول الأعضاء والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غونتاريست مستقبلا على تبني مصطلح أكثر تصعيدا من مصطلح الأعمال العدائية في تقاريره حول الصحراء، بالإضافة لاتهام واشنطن بعدم التوازن وعدم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من واشنطن. للإشارة، لن تشكل المداخلة التي سيقدمها المندوب الروسي بالأمم المتحدة فاسيبي نيبيزا أي فارق، وذلك لكونها ستأتي تعليقا على عملية التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي، أي بعد المصادقة على القرار، لتندرج في سياق محاولات السير من أمريكا بالضبط مع المحافظة على مسافة أمنية فيما يخص العلاقات مع المغرب. هذا ما ذكرته بعض التقارير المطلعة، ويمكن اعتبارها تسريبات لجلسة مجلس الأمن. وكما رأينا، جميع الأصابع تشير إلى انتصار كبير للمغرب. نعم، المغرب سيد القرار بجلسة مجلس الأمن، وأمريكا صاحبة القلم. ونقولها الصحراء مغربية إلى نصل الأرض ومعها. ونقول شكرا لكل حدا وصل معي لنهاية هذا الفيديو. أنتم من تجلون هذه القناة تزر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر لايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنها المغرب. يا سادة ويسنا كل حبر. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.